جبدنا شوية من بكري على قطاع النقل، وقلنا وأنه عنا عديد الإشكاليات عالقة، كان نحكيه على القطاع العمومي وإلا حتى على القطاع الخاص. زميلنا خميس بوبتان مباشرة من مدنينا معانا حاضر باش نحكيه على إشكاليات القطاع هذية في مدنين. صباح الفل خميس، مرحبا بك. صباح النور ايناس، تحيه ليك ولكل المشاهدين الكرام ولكل الزملاء العاملين هذا الصباح. كما ذكرت باش نتحدث اليوم على اشكاليات القطاع النقل العمومي وخاصه الشركه الجهويه للنقل بمدنين اللي هي تشمل كذلك ولايه تطاوين ايناس، ولكن اشكاليات كبيره. يوم امس كان يوم فيه برشا اضطرابات على مستوى رحلات اللي تامنها الشركه الجهويه للنقل بمدنين في هاتين الولايتين بسبب عديد الاشكاليات، خاصه على مستوى عدم خلاص اجور الاعوان في هذه الشركه والنقص الفادح والكبير لمادة المحروقات اللي تعاني منها الشركة، بالإضافة إلى الإشكالات المستدامة اللي ولات معناتك مستمرة منذ سنوات عديدة دون حل حقيقي لهذا الإشكال. هذاك علاش باش نتحدث اليوم مع السيد شكري الجزيري الناطق الرسمي باسم الشركة الجهوية للنقل بمدنين. سي شكري مرحبا بك. مرحبا بك خويا خميس وبكافة مشاهدي إذاعة الوطنية. سي شكري، اليوم نهار امس كان نهار صعيب برشا بصراحه، وصلت الشركه الجهويه للنقل ان الاعوان معناتك ماهمش باش يخلصوا، وصار اضطراب كبير وصار حتى باش اضراب من قبل الاعوان. صحيح، يوم 1 ديسمبر يوم امس معناها كانت مشكل كبير في النقل في ولايه مدينه تطاوين. توقف النشاط على الساعه 9 صباحا مما جرى وعنه الغاء عديد السفرات. السبب الرئيسي والاول هو بطبيعه عدم خلاص اجور شهر نوفمبر اللي تعطلت معناها منذ اكثر من 5 ايام، من رغم اللي كنا نبهنا للشيء هذا عديد المرات. يوم امس معناها الاعوان الكل معناها والاطراف الاجتماعيه توقف على النشاط على الساعه 9 صباحا على اثره هو دونك. صارت جلسه في المساء يوم 1 ديسمبر على مستوى ولايه مدنين بشرف السيد ولي مدنين وبحضور اتحاد جهوي الشغل من مدنين والشركه بتاع اداره الشركه، وعلى اثرها تم معناها دونك تداول النقاط هذه اللي خاصه المستعجله واللي هي خلاص الاعوان واللي تم معناها فضها على في الحين، وتم النقاش في النقاط العالقه اللي هي خاصه دونك تزود محروقات. نعترضوا هذه الصعوبات في تزود محروقات، نضطر للتزود معناها نقدا من المحطات الخاصه. هذا اضافه لاشكال معناها قله المحروقات الموجوده اللي هنا في المستودعات. كذلك دونك وخاصة الإشكالية المتواصلة هي الأسطول، حالة الأسطول اللي معناها ثم معدل عمر مرتفع في الأسطول أكثر من 15 سنة، ثم صعوبات في اقتناء القطاع الغيار. نحكيو عليهم هذوما لأنهم إشكاليات مستدامة هذوما ولو مشكل كبير. سي شكري، أسطول أكثر من 15 سنة في زوز ولايات، معناتك مشكلة كبيرة، قطاع غيار مش موجودة، أعوان مش موجودين، رحلات معناتك ملغات بشكل متواتر وكبير برشا. صحيح خويا خميس، هو تعرف مرفق النقل العمومي معناها هام جدا للمواطن لهنا في الولايتين. حفلات الشركه الجهويه تامن في عديد السفرات، تربط عديد المعتمديات نتاع الولايات هذوما وبين الولايتين ومع الولايات المجاوره اللي هي جابس وصفاقس. تعرف اللي طلبتنا الطلبه نتاعنا كل يقراوا في دونك في جابس وصفاقس وغيرها، كيف عندنا حتى امور صحيه حتى امور تجاريه اقتصاديه. المواطن بصراحه يتاثر تاثير كبير برشا بالنشاط نتاعنا. اي اضطراب في النشاط معناه ينجر عليه عديد الصعوبات للمواطن في الولايتين هذوما. الاسطول هذا كما حكيت معناها راهي معدل عمر كبير، يتطلب التجديد، ثم برنامج بتاع التجديد، لكنه ياخذ وقت التجديد خاطر يتطلب امكانيات ماديه كبيره. ثم عندنا في 2022 عندنا برنامج استثمارات نتاع عدد من الحافلات المكيفه والعاديه والمزدوجه، يقع استعمال المكيفه في الخطوط الطويله والعادية والمزدوجة في النقل المدرسي والجامعي. ثم فيه شوية تأخير نظرا لعدة ظروف واللي هي ثم حاجات مرتبطة بنا احنا كشركة جهوية اللي هي الصعوبات المالية، وثم زاد حاجات متعلقة بالمزودين أصلا تاع الحافلات هذوما في تونس. كيف زاد هم عندهم مشكلة تاع توريد نظرا للحال الوضع العالمي الموجود واللي نعرفه الناس الكل. الموارد البشريه ونحكيو حتى على جهه تطاوين، معناتك فما برشا حاجات باش تعملوها لتطاوين اللي تولى تعملت على مستوى ورشه الاصلاح، تعزيز الاسطول، برشا حكايات. هذا ما صحيح، العناصر هذه كلها هي تساهم باش تنهض بالشركه وتنهض بقطاع النقل العمومي في جهه ولايه تطاوين. ثم برنامج بتاع انجاز ورشه مركزيه كيف في ولايه تطاوين، تم اقتناء الارض معناها منذ السنه الفارطه. ان شاء الله معنا الاشغال تنطلق في السنه الجديده ان شاء الله باذن الله.
مشينا خطوة كبيرة على كل حال، إن شاء الله تكون معناها دافع جديد للنقل العمومي بالجهة. الانتدابات معناها ثم برنامج الانتدابات وقع الآن عليه في سنة 2022. المناظرة معناها صارت حاليا معناها بمرحلتيها بالنسبة للسواق في انتظار إعلان النتائج. هذا يبقى ديما مرتبط بالوضع المالي للشركة اللي راي إن شاء الله يتحسن في قادم الأوقات. سؤال أخير ننهيو به، إلغاء الرحلات نحو المناطق بصراحة وحتى بدون إعلام ساعات يصير، معناتك ناس تستنى ساعات، تستنى في حافلة وما تجيش، يتم الإلغاء من غير ما من رغم اللي معناها علي مجهود أنا في الحكاية هذه متاع إعلام المواطن بالإلغاء اللي يصير، لكن أنا ثم حاجات راهي خارج على نطاقنا. في بعض الأحيان معناها إلغاء السفرة يتم معناها في الفترة الصباحية هذيك، معناها قبل معناها دقائق من انطلاق السفرة، وينجر عليه هذا اللغال معناها ساعة ساعة. المواطن اللي تحكي عليه يكون في المحطة معناها بعيدة ما تصلوش المعلومة، كيما حكيت لك رغم المجهود اللي نتاعنا اللي عاملينه معناها باش نحاولوا معناها نبلغوا دافونس الناس معناها بالوضعيات هذه. واضح، يعطيك الصحة السيد، شكرا جزيلا. ناطق رسمي اسم الشركة الجهوية للنقل بولاية مدنين إيناس، باش تشوف صور محدي المغازي الأسطول اللي كنا نحكوا عليه، قداش متقدم قداش كبير برشا الأسطول هذايا، واللي يسبب في إشكالات كبيرة وحتى في الورشة نتاع الإصلاح، معناتك انتظارات كبيرة للمواطنين باش تتم إصلاح حافلة، وحافلة تقعد بالأشهر وحتى سنة وأكثر باش يتم إصلاحها، وهذايا بصراحة إشكال كبير تعاني منها الأهالي هنا في جهة مدنين وطاطاوين في إلغاء الرحلات، في عدم الانتظام في التواتر بسبب الأسطول المتهالك ونقص الموارد البشرية.